في الأشهر الماضية كان هذا البيت يفيض حيوية وأملاً. أهله كانوا ينتظرون استقبال مولود جديد، لكن القصف الإسرائيلي حطم أحلامهم ودمر حياة عائلة بأكملها، أودى بحياة الأم الحامل وقتل ولدها الآخر البالغ من العمر 18 شهراً. تم اسقاط صاروخين على هذا البيت الامن الذي يضم 3 اشخاص. الام استشهدت رحمه الله، وطفله 17 شهر استشهدت، وكان في احشائها طفل في شهرها 9 على وشك الولاده. في اجواء حزينه شيع الفلسطينيون جثماني الام الحامل ورضيعها في دير البلح بقطاع غزه. الطائرات الاسرائيليه واصلت قصفها للقطاع. انفجارات عنيفة هزت مجموعة من المباني. الجيش الإسرائيلي قال إن طائراته قصفت 150 منشأة تابعة لحركة حماس. الضربات الجوية يقول أهل القطاع إنها استهدفت كذلك مواقع مدنية. طبعا المبنى عبارة عن منشأة مدنية لا علاقة لها بالأعمال العسكرية من أي طرف أو من أي جهة كانت، عبارة عن بئر مياه وعبارة عن خزان مياه. حركة حماس حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد، واصفة مقتل عضويها يوم الثلاثاء بأنه غير مبرر. الذي تحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا التصعيد وهذا القتل وهذا الاستهداف هو الاحتلال الإسرائيلي. مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل في غزة أكد أن الفصائل الفلسطينية مستعدة لوقف الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل شريطة أن يوقف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية. الفلسطينيون أطلقوا بدورهم عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل. الجيش الإسرائيلي قال إن عددها يزيد عن 180 صاروخا وقذيفة مورتر. ومنذ غروب شمس الأربعاء لم تتوقف تقريبا صفارات الإنذار عن الدوي في مدينة سديروت وفي بئر السبع وغيرها من البلدات الواقعة على الحدود مع غزة. الوضع لا يطاق، أنا لست متفقا مع أي وقف لإطلاق النار، نحن في حاجة إلى عملية عسكرية لاسترجاع الأمن. وجاء التصعيد الأخير بعد أن تحدث مسؤولون من الجانبين عن تقدم محتمل في جهود تبذلها مصر والأمم المتحدة للتوسط في هدنة تنهي شهورا من العنف وتخفف أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة في قطاع غزة.